انا عندي رؤوس سودة وقررت ان انا اشيلها باستخدام سيجنال معجون الاسنان. يلا بينا كده نشوف انا هعمل ايه. هلو حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ يا رب دايما تبقوا كويسين. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو ده مناسب للبنات وللشباب، وهنعرف ليه في نص الفيديو. احنا هنتكلم النهاردة عن روتين ازالة الرؤوس السوداء. هي الرؤوس السوداء لها روتين يا رنا؟ ايوة، كل حاجة لها روتين علشان ان انت تحافظي على بشرتك دايما منورة وشكلها حلو كده. الفيديو ده مناسب للشباب لان اغلب الشباب عندهم مشكلة الرؤوس السوداء هنا في منطقة الانف وهنا، وبيكونوا مش عارفين يعالجوها او محرجين ان هم يروحوا لحد يعالجها. تعالوا نعرف كده مع بعض اسباب الرؤوس السوداء. اسباب الرؤوس السوداء هو تراكم دهون زيادة، أوساخ زيادة، أتربة زيادة على سطح البشرة الدهنية بالأخص، فيبدأ يكون لنا نقط صغيرة عاملة زي الحبوب كده وليها بوز لونه أسود، دي اسمها الرؤوس السوداء. يبقى معنى كده إن إحنا لو نضفنا البشرة الدهنية كويس جدا مش هتتكون الرؤوس السوداء، وبالتالي مفيش مشكلة. أول حاجة في الروتين ده طبعا الغسول. لازم إن إحنا نختار الغسول يكون قوامه مائي خفيف، يكون مفيهوش أي زيوت زيادة علشان ما نزيدش أكتر البشرة الدهنية، يكون فيه سلسلك أسيد بنسبة 2%. وإحنا اتكلمنا في فيديو قبل كده عن أفضل غسول للبشرة الدهنية، طبعا الفيديو هيظهر قدامك فوق وهتلاقيه في الديسكريبشن. بعد ما نضفنا البشرة الدهنية باستخدام الغسول يجي دور هنا الترطيب. البشرة الدهنية اللي فيها بثور، اللي فيها رؤوس، اللي فيها أي حاجة، اللي ما فيهاش أي حاجة، محتاجة يكون مرطب خفيف، قوامه خفيف، ما فيهوش أي زيوت علشان ما تدهنش برضو ولا تسيب أثر دهني، ومحتاجة ترطيب زيها زي أي نوع بشرة عادي جدا. ومن أفضل أنواع مرطبات البشرة الدهنية هو السيرافي أو شانجل او ستروبانسن ب 28 جنيه لو انت عايز حاجة شغالة كده وعلى قد ايدك. بعد ما رطبنا البشرة الدهنية كويس جدا يجي دور تالت خطوة هو واقي الشمس. واقي الشمس مهم جدا للبنات وللشباب عادي جدا علشان هيحمي البشرة الدهنية من اشعة الشمس، من الملوثات، من الاتربة، من الاوساخ الزيادة. طول ما انت ماشي بالنهار او انت قاعد في البيت ده هيحميها من اي حاجة من العوامل دي. رابع خطوة في خطوات العناية بالبشرة اللي فيها رؤوس سودا هو المقشر. هي باكج كده كله على بعضه، لازم نعمل الفور ستيبس مع بعض علشان توصلي لنتيجة كويسة. هنبدأ نقشر البشرة الدهنية دي مش كل أسبوع، هنقشرها كل 10 أيام أو كل 15 يوم. ليه؟ علشان يبدأ يحصل تكوين لطبقات الجلد، فيبدأ يكون في جلد ميت، فده اللي احنا محتاجين ان احنا نقشره. بنقشر بأكتر من طريقة، مثلا زي التقشير الفيزيائي زي اللي مشهور ومعروف ليكم، ان احنا نجيب اي مقشر اي نوع عبارة عن حبيبات بنحطه على البشرة ونبدأ نسيبه شوية ونفركه وبعدين نشطفه. بس انا مش بفضل ده علشان في دراسات علمية اثبتت ان هو حاجة مش لطيفة على البشرة. تاني نوع من انواع المقشرات الاكراتين، وده له فيديو مخصوص احنا اتكلمنا فيه عن طريقه استخدامه لان المفروض لا يوصف الا باستشاره الطبيب. تالت طريقه ومن اامن الطرق هو المقشر الكيميائي، وده عن طريق مقشرات فيها احماض الفواكه، ومن افضل المقشرات اللي موجوده في السوق هو اوردينري اللي هو باحماض الفواكه وبيكون لونه احمر كده. بتبداي تحطيه على منطقه الرؤوس السوداء هنا او هنا 10 دقائق وتشطفي بشرتك، بمرور الوقت هتلاقي نتيجه خيال منه. طب انا بشرتي دهنيه حساسه، ما ينفعش ان انت تستخدمي مقشر احماض الفواكه ده، هتبداي تستخدمي من نفس البراند اللي هي اوردينري مقشر فيه سلسلك اسيد، او مقشر التاني فيه اللاكتيك، برضو هيأدي الغرض وهيكون تمام جدا معاكي. طب لو انت محتاجه تعملي ماسك، هنعمل ماسك ايه؟ ماسك الطمي من افضل انواع الماسكز للبشره الدهنيه او البشره اللي فيها بثور رؤوس. هتبداي تحطيه على المنطقه اللي انت عايزاها او على بشرتك بشكل كامل، هينظف جدا وهينقي جدا البشره. بلاش ابره البثور السوداء لان بمرور الوقت بتبدا تكون لك حفر مكان الرؤوس السوداء دي، ونبدا نقعد نعالج الحفر والندبات. بلاش كمان معجون الاسنان، معجون الاسنان هيبهدل وهيلهب البشره جامد جدا. بلاش كمان خلطات ووصفات. بلاش كمان، بشوف كده فيديوز بيقعدوا يمسكوا مناخيرهم كده ويطلعوا منها دهون كده. الضغط على المناخير دي حركه مش لطيفه جدا برضو، هتعمل التهابات واحمرار.
بلاش كمان لاصقات الانف اللي موجوده في كل الصيدليات ان انت تحطي لزقه كده وتبداي تشديها، ده غلط جدا. الشباب بيحصل ان هم بيروحوا للحلاق يبدا يحط لهم سويت هنا ويبدا يشد كده علشان ان هو يشيل برضو البثور والكلام ده، كل ده غلط تماما تماما تماما، هيسبب لك حفر وندبات هيبقى صعب علاجها بعد كده. بس كده هو ده كان فيديو النهاردة باختصار شديد، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وكان مفيد بالنسبة لكم. اعملوا سبسكرايب للقناة ولايك طبعا للفيديو عشان يقدر يوصلك كل نوتيفيكيشن عن كل فيديو وكل موضوع جديد احنا بنتكلم فيه. هتوحشوني رنا داوود.